الموقف الإيجابي مع اللحظة الحضارية التي نعيشها تقتضي أن نقف موقف المنافس الحضاري الإيجابي على المستوى العالمي، بمعنى في علاقتنا نحن كأمة أو كإنسان، لأن بعض الأحيان ننظر نحن إلى الآخرين بنظرة فيها شيء من التمايز، بأن نقول نحن أمة وهم أمم، أو نحن دين وهم ديانات. طيب، وتارة ننظر للآخر على أنه من جنسنا، هو إنسان ونحن إنسان، فلا ننظر بعين التمايز والتغاير في علاقتنا مع الآخرين، وإنما نعتبر أنفسنا جزءا من هذا المكون الإنساني على وجه الأرض. وأعتقد هذا الأفق هو الأفق الصحيح، والذي تساعد عليه النصوص القرآنية والنصوص الروائية الواردة عن أهل البيت الكرام سلام الله عليهم أجمعين، أن في علاقتنا مع العالم من الأفضل أن ننزع فتيل التمايز، حتى لو كانت هناك اختلافات بيننا، سواء على مستوى الدين أو على مستوى الإمكانات المدنية والحضارية أو غير ذلك، على مستوى على مستوى النمو الاقتصادي أو حتى على مستوى الأفق الاجتماعي، على أي مستوى من المستويات، اجتماعيا اقتصاديا علميا دينيا، قد تكون هناك بيننا وبين الآخرين تمايزات، كما تكون هناك تمايزات بين الأخوين في البيت الواحد، بين الزوج وزوجته في البيت الواحد، لكن في نفس الوقت بالرغم من هذه التمايزات إلا أن الكل ينظر للآخر على أنه هو يشكل جزءا منه في مشروع واحد وفي دائرة واحدة. أظن بأن القرآن الكريم والروايات المباركة أكدت على هذا المنحى، أن الإنسان يعيش في هذا البحر الإنساني كعضو فيه، لا أنه ذاك جهة وهو جهة وهناك تمايز، وبالتالي إذا نظر إلى العلاقة مع الآخر ينظر إليها على أنها قائمة على أساس الصراع، أنا أو هو، لابد أن أصبح أنا أفضل منه. ليش؟ لأنني أنا أتميز عليه بأمور معينة، لا ينبغي له هو أن يتقدم علي خطوات، لابد أن أكون أنا أتقدم، لأن أي تقدم يحرزه هو يعتبر خسارة بالنسبة لي. إذا نظرنا إلى الأمر بهذا المنظار الحياة كلها تقوم على أساس الصراع. أما إذا نظرنا على أننا نحن كأمة أو كمجتمع أو كأفراد بل كمسلمين
كشيعة مثلا، كسنة، غير ذلك. ننظر إلى علاقتنا نحن مع العالم على أننا مكون من مكونات هذا البحر الإنساني والبشري الهائل. فبالتالي لا فرق بيننا وبينهم في داخل مكينة واحدة، كل يشكل إطار. لكن في نفس الوقت من حق الإنسان أن يصبح رقما صعبا في الحياة. أنا مكون ضمن هذه المكونات البشرية الهائلة، لكن أتمنى أن أصبح رقما فاعلا، بل الرقم الأكثر فاعلية في الحياة، أن تكون مساهمتي أنا في بناء الحضارة أقوى، هذا تطلع إيجابي، أن تكون مساهمتي أنا في بناء الديانات أقوى، أن تكون قدراتي أنا الاقتصادية أقوى لأخدم بها هذه الحضارة وهذه الإنسانية، هذا تطلع إيجابي راقي. وهذا هو السباق الإيجابي الحضاري الآن في هذا العصر الذي نحن نهدف إليه، أن نكون مسابقين ومنافسين في بناء الحضارة، لا مجرد تابعين ومنفعلين، لابد أن نكون فاعلين كما سبق أن تكلمنا عن ذلك في الخطبة الأسبوع الماضي. لكن الذي أريد أن أؤكد عليه هذا الأسبوع أن هذا التطلع ليس تطلعا مثاليا وهميا. من الخطأ على الإنسان أن يعتقد بأن هذا وهم أو سراب أو تطلع وطموح مثالي لا يمكن أن يتحقق على وجه الأرض، أن نصبح يوم من الأيام نحن أرقى على المستوى الاقتصادي، أرقى على المستوى العلمي، أرقى على المستوى الحضاري. وأقول نحن لا بصفتنا أناس متميزين عن الآخرين أو أمة متميزة عن الأمم الأخرى، وإنما نحن حتى أستطيع أن أقول أنا أيضا كشخص، نحن الموجودون هنا مثلا أو الموجودين هنا، أو نحن كأبناء منطقة، نحن كأبناء دولة، نحن كأبناء دين، بهذا المقدار لا إشكال. نحن ينبغي أن نكون مساهمين بس بالشكل الإيجابي في بناء الحضارة، لكن هذا متى يكون؟ يكون إذا كان عندنا تصديق واقعي لما نعتقد به نحن. الآن حتى نحرز هذه المكاسب، نحرز هذه التطلعات، نصبح رقما فاعلا وصعبا في بناء الحضارة. شلون احنا الآن ننظر إلى الحضارة الأمريكية مثلا، كيف أنها رقم صعب وفاعل في بناء الحياة الآن؟ كيف ننظر مثلا للحضارة الغربية الآن، الأوروبية مثلا، أو الحضارة مثلا اليابانية مثلا وغير ذلك من الحضارات، ننظر إليها على أنها حضارات فاعلة ومؤثرة على المستوى الإنساني، صح ولا لا؟ نحن الآن ينبغي أن نقف هذا الموقف، ننافس الحضارات الأخرى في أن نصبح نحن الرقم الأصعب. شلون الحضارة اليابانية الآن قدمت إنجازات هائلة على المستوى العلوم ومستوى المستوى المدني والمستوى الاقتصادي، فأصبحت رقم مؤثر في الحياة ونحن رقم فقط منفعل. شلون الحضارة الأمريكية الآن استطاعت أن تقفز قفزات هائلة وتصبح رقم مؤثر وفاعل؟ تغيرات التكنولوجية تأتي من هناك، القفزات والإبداعات التقنية تأتي من هناك، توليد العلوم المعاصرة يأتي من هناك. الآن من الذي يولد العلوم والمعارف؟ كل الأكاديميات والجامعات الكبرى في العالم هي التي تولد يوميا العلوم، وإلا علومنا نحن دائما كلها علوم مكررة ندور في دائرة واحدة، ما عندنا توليد مفصل للعلوم نحن الآن. ولهذا كل ما يكتب عندنا نحن هو مناقشة للماضي لا أكثر، وتكرار لما هو مكتوب، ما عندنا توليد للعلوم والمعارف نحن الآن. الحضارة اليابانية تولد، الحضارة الأوروبية تولد، الحضارة الصينية تولد، الحضارة الأمريكية تولد، نحن نريد أن نكون مولدين للعلوم والمعارف. إذا متى نكون؟ سنكون، لكن متى؟ إذا اعتقدنا أن هذا الأمر ليس طموحا مثاليا وإنما هو طموح واقعي. ولكن ماذا يحتاج إلى؟ همة، يحتاج إلى الجهد، يحتاج إلى أن فعلا نثق أننا قادرون ونتحرك. أنا إذن سنستطيع،
يعني الآن الجيل عندنا جيل الشباب اللي هم أمامي الآن، اللي هم أبناء الثانوية وأبناء الجامعة، اللي يحضرون بكالوريوس، اللي يحضرون ماجستير، اللي يحضرون دكتوراه، ينبغي أن يعتقدوا بأن لا فرق بينهم وبين أي إنسان مساهم الآن في بناء هذه الحضارة، وأنه كما ذاك استطاع أن يصبح رقما فاعلا ويصبح منتجا مخترعا مبدعا، وبالتالي قدم شيء للحضارة الإنسانية، هو هم يستطيع ويستطيع أن يفعل. مع الأسف أن كثير من هذه التطلعات ماذا بقيت؟ أمور نذكرها للسخرية والاستهزاء والمضاحكة، أنه نحن نستطيع أن نصير هكذا، فلان لو أراد مثلا أن يصبح هكذا يمكن أن يصبح، نقدر نضحك مع بعضنا وننظر إلى الطموحات العالية على أنها طموحات مثالية ما يمكن تتحقق، ويمكن لو أن شخصا أمامنا يأتينا ويقول أن أنا أحمل هذا الطموح ننظر إليه بعين السخرية ومن وراء نتكلم ونضحك ونقول بأنه شوف لا شنو يفكر. هذا اللي خلينا دائما أمة متأخرة ولا ننتج أبدا. كل الكفاءات اللي جالسة أمامي الآن ما في واحد إلا وهو يختزن طاقات وكفاءات، كفاءات هائلة وقدرات هائلة قادر أن يحدث، لكن المشكلة عندنا مشكلة الكسل. أولا ما في تطلع، لو أي واحد تجيبه لأن تقول له وش تطلعاتك، في الغالب يقول لك أن أخذ شهادة وصير موظف. جيب لي أي واحد في الغالب أخذ شهادة وصير موظف، ما عنده غير هذا التطلع. لكن لو عنده تطلع أن يأخذ شهادة وينتج عملا استراتيجيا في الحياة، وكل عمل استراتيجي ها ستسبقه محطات فشل. لا تتوقع أنك بتسوي عمل استراتيجي أول يوم بتنجح، 20-30-50 ممكن 100 مرة تفشل، لأن كل الذين نجحوا وحققوا هالإنجازات الكبرى على المستوى الحضاري الآن كل ما أرادوا أن ينجحوا فشلوا، لكن في النهاية نجحوا صاروا أرقام. أولا ما في تطلع، ثانيا كسل. يعني الإنسان يريد فقط يجلس على طاولة يخلص الشهادة يأخذ شهادة بكالوريوس ثم يجلس على طاولة يعمل في شركة، ما عنده غير هذا التطلع. ولهذا إذا أحرز هذا الأمر وجلس على طاولة وحصل إلى راتب 10,000 أو 20,000 يعتبر أنه أنجز نهاية التطلعات. هذا لا يستطيع أن يصبح رقما في هذه الحضارة ولا يستطيع أن ينتج أي شيء في هذه الحضارة. فمجرد أن يفكر أنه فقط يعمل موظف لن يصبح شيئا في الحياة، إذا فقط هكذا يفكر، لأنه سيصبح أداة بسيطة تستهلك في شركة من الشركات، وهذا سيعطل كل طاقاته. أما إذا من البداية فكر وثق في نفسه أن كما ذاك استطاع أنا أستطيع. ترى مو كل الذين بدأوا عندهم عوائل دعمتهم ماديا، عندهم عوائل ثرية، لا بعضهم فقراء كانوا وبدأوا من الصفر لكن صاروا أصبحوا عمالقة. شوف ابحث الآن عن هؤلاء العمالقة الآن المؤثرين في الحضارة المعاصرة الآن وشوف شنو كانت عوائلهم، شوف شلون بدأوا، شوف من البداية كيف يربوهم في المدارس، يربوهم في الجامعات، يربوهم في البيوت على أن أنت دائما عقلك لازم يصير كبير وطموحك لازم يصير عالي. مو من البيت كل يوم يسمع من أبوه أو أمه مسخرة وضحك إذا شافته مثلا فكر أو جاء من برا حامل إلى تطلع وطموح. أنت تعرف تصير، أنت تصير هالشكل، هذا عمره ما يصير شيء. إذا تعرف جيب واحد الآن من جيل الشاب يحمل طموح عالي وخلي يجلس في ديوان الشباب يقول أنا أحمل هذا الطموح، إذا ما تحول المكان لسخرية، لأن ما في أحد يدفع باتجاهات التطلعات العالية. وكل واحد يقول لك، الحين واحد يعلق على كلامي في نهاية الخطبة يقول والله زين شيخنا طموح زين، هذا تطلع زين، أكثر من هذا ما يقول. أو يقول والله أنت إيجابي واجد زين، إن شاء الله يصير عندنا هذا الشيء. ولهذا لا نصبح شيئا لأن هذا الأفق عندنا ولأن هذا رد الفعل عندنا كنا. لكن لو واحد يخرج من هذا المكان ويقول فعلا أنا قادر ومن الآن يبدأ يفكر حتى في دراسته وفي الثانوي يفكر في هذا الطموح ويقرر أن يصبح شيئا، لكن يعطيه الهمة والطاقة الكافية، شوف النهاية راح يصير له ولا 100% يصير، ويصير أفضل مما كان يتوقع، بس يحتاج يحمل هذا التطلع.
وقل اعملوا. الآية القرآنية من ذاك اليوم أكدت على هذا الموضوع. اللي فهمها أدونيس أو أديسون عفوا، رحت إلى الأديب أنا، اللي فهمها أديسون اللي فهمها أينشتاين، ذول فهموها وذول ليسوا على ديانة ولا يعرفون شنو القرآن الكريم، لكن فهموها عمليا، لهذا صار هذا أينشتاين وهذا صار أديسون. هذا يقول وقل اعملوا، اللي يحمل القرآن في جيبه ويقرأه وقل اعملوا هو من أكثر الناس كسلا متطلعا. والآدم يحمل القرآن يقول القرآن عندنا، القرآن الذي يبني الحضارة، لكنه من أكسل خلق الله. ذاك اللي ما يعرف شنو القرآن فهم وش معنى وقل اعملوا، ولهذا غيروا الحياة، ولهذا غيروا الحياة. هذا الأفق الجيل الشاب احنا نحتاج ان نثقفه بهالثقافة، ثقافة الكسل والترهل وضعف التطلعات اللي كانت عند أجيالنا احنا والأجيال اللي قبلنا، لازم ننساها ونروح وراء التطلعات الحقيقية حتى نغير الحياة، وإلا مجتمعاتنا ما راح تتغير أبدا. لابد هذه الآية تتحول إلى ثقافة في حياتنا حتى نستطيع أن نحدث تغييرا ونصبح رقما صعبا في الحياة. وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. شوف الآية شو تقول، فسيرى الله، يعني شنو سيرى الله، ويعني شنو سيارة الرسول، ويعني شنو سيارة المؤمنون، كل رؤية بحسبها أيضا. سأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.